إذا شخص قال لي سوف أدعو لك ولكن أريد اسم أمك، ايش دخل الدعاء؟ عادة الذي يطلب اسم الأم هو السحر والمشعوذون، الجن يطلبون من اسم الأم، غريب هذا يعني سبحان الله، ما يقدر يشتغل مع اسم الأم. فلا يقولك بدعو لك أبي اسمه، لا تدعي لي، الحمد لله أنا أدعي لنفسي والحمد لله. الله المستعان.